الوزراء يبحث في اجتماعه رفع حظر التجوال والطوارئ بعد قرار القضاء الإداري بانتهائهما أمس. وزير الخارجية والدفاع روسيان في القاهرة اليوم لبحث مجالات التعاون المشترك بين روسيا ومصر. سلماوي يعلن انتهاء لجنة الخمسين من مراجعة جميع مواد الدستور فيما عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة. عصرا في القاهرة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية جديدة على شاشة النيل. البداية مع عمرو عبد المجيد. شكرا لك دينا، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة الدكتور حازم الببلاوي لمناقشة عدد من التقارير والملفات الداخلية والخارجية الهامة. استعرض المجلس موضوع إنهاء حالة الطوارئ في ضوء قرار محكمة القضاء الإداري بانتهاء حالة إعلان الطوارئ في الرابعة من عصر أمس الثلاثاء. كان المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء قد أكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء بشأن إنهاء حالة الطوارئ ولا تعقيب عليها، وأشار إلى أن مجلس الوزراء في انتظار منطوق حكم محكمة القضاء الإداري بانتهاء حالة الطوارئ لتنفيذه. قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بانتهاء حالة الطوارئ رسميا بدءا من الساعة الرابعة من عصر أمس، وأكدت أن الطوارئ أعلنت في جميع أنحاء البلاد بموجب قرار صدر عن رئاسة الجمهورية في 12 من سبتمبر الماضي ولمدة شهرين فقط. للمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، يعني ما هي أهم الموضوعات التي نقشت في اجتماع المجلس اليوم، وماذا عن أيضا رد فعل المجلس تجاه إنهاء حالة الطوارئ وتطبيقها بشكل رسمي؟ يعني أولا هو المجلس ما زال منعقدا، لم يخرج بقرارات بعد ما زال مستمرا، إنما بالتأكيد موضوع انتهاء حالة الطوارئ تفرض نفسها ضمن الملف الأمني الذي يناقشه مجلس الوزراء. الحكم القضائي الذي صدر بالأمس بشأن حالة الطوارئ لا أعتقد أنه له تأثير أو لم يمثل مشكلة أو مفاجأة، لأنه في جميع الأحوال وبشكل رسمي وفعلي فإن حالة الطوارئ ستنتهي بنهاية يعني أو بغدا، يعني غدا ستنتهي بشكل رسمي. فلا أعتقد أنه سواء يعني أعلن مجلس الوزراء التزامه بحكم القضاء وأعلن انتهاء الطوارئ اليوم أو يعلنها انتهاء غدا، فلا يعني ما فيش فرق كبير بين الحالتين. فيعني في كل الأحوال طبعا الواقع الآن أن حالة الطوارئ ستنتهي اليوم أو غدا، ومجلس الوزراء بيناقش الاستعدادات الأمنية لذلك. و اعتقد انه برغم انتهاء الطوارئ فان قوات الشرطه وقوات الجيش ستظل موجوده لتامين الميادين والشوارع. طيب. يعني ماذا عن التنسيق مع الاجهزه الامنيه في هذا الخصوص؟ بالتاكيد يعني التنسيق مستمر، والاجهزه الامنيه ستحمي الميادين والشوارع والمشاهد كما هو الوضع. وايضا يعني في ضبط حركه الشارع وتامين المنشات وغير ذلك، ويعني يلازم ذلك. هناك توقع لصدور قانون تنظيم التظاهر قد يصدر اليوم او غدا ايضا في غضون ساعات، ويراجع حاليا من جانب الرئاسه، وقد يوقع الرئيس عادل منصور يعني في اي وقت، خاصه بعد ان يعني ذهب لمجلس حقوق الانسان ومجلس الدوله ورجع بشكل نهائي وعد بشكل نهائي. فاعتقد يعني نعلم انه هذا المشروع لقرار تنظيم حق التظاهر ما زال يبحث في رئاسة الجمهورية، لكن يعني ماذا عن النقاط الخلافية التي سببت ربما جدلا كبيرا في الأوساط السياسية في الفترة الماضية؟ هل لديك أي فكرة أو تسريبات إذا كانت قد حسمت وعلى أي شكل قد حسمت؟ نعم، يعني هو بالفعل القانون اللي كان اعلن عنه قبل ذلك بعد ان وافق عليه مجلس الوزراء كان اثار بعض الخلافات من قوى سياسيه ومنظمات مجتمع مدني وغير ذلك، لذلك لم يوقعه الرئيس عادل منصور في حينه وارسله الى مجلس الدوله. وفي نفس الوقت اللي ارسل فيه القانون لمجلس الدوله لمراجعته كان هناك حوار بين مجلس الوزراء بمثابه الدكتور زياد بهاء الدين وبعض القوى السياسيه، وايضا تم اخذ ملاحظات المجلس القومي لحقوق الانسان، وارسلت كل هذه الملاحظات لمجلس الدولة الذي كان يقوم بإعادة صياغة القانون أو ضبط صياغة
صياغته. وكما اعلن يعني والقانون لم يعلن بشكل رسمي بعد، انما اعلن انه تم الاخذ بمعظم هذه الملاحظات. وبحسب التسريبات هناك تيسيرات، يعني القانون في الصورات الاولى كان يفرض على من ينظم مؤتمر انتخابيا مثلا، ونحن نعلم ان هناك انتخابات قادمه، انه لابد ان يحصل على ترخيص مسبق، يعني اعفيت الاجتماعات الانتخابيه، وايضا قلصت مده الحصول على اذن، كانت هناك 7 ايام اعتقد انه قلصت الى يوم واحد تقريبا. يعني عموما يعني القانون سيعلن بشكل رسمي، لكن اعتقد ان هناك تيسيرات واستجابه للكثير من مطالب الكويتيين. الاستاذ كمال ريان، رئيس تحرير جريده الاحرار المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا لك على هذه المعلومات. تتباين آراء قطاع كبير من مراقبي المشهد المصري حول المسارات والتي يتعين اتباعها بعد انهاء العمل بقانون الطوارئ. ويعرب المواطنون في الشارع المصري عن ترحيبهم برفع الطوارئ وثقتهم في قدرة الدولة على إرساء الأمن. مواقف ورؤى متباينة أعرب عنها قطاع من مراقبي المشهد المصري حول المسارات التي يتعين اتباعها بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ. ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بعودة العمل بالقوانين الطبيعية، يرى آخرون أن رفع حالة الطوارئ ستؤدي إلى نتائج سلبية على حد تعبيرهم. في اعتقادي أنه تأثير سلبي، بمعنى أن إيحاء قانون الطوارئ لدى المصريين يعني في إيحاء رادع للبعض، أن في حالة طوارئ أجهزة الأمن لديها من حرية التصرف، حرية التحرك لبعض القرارات، ربما إلغاء الطوارئ يعطي مساحة أخرى للإخوان للتحرك خاصة ليلا، ربما تشهد مظاهرات فجرية بمعنى أنها تتم في الفجر، تشهد محاولات استهداف لبعض المؤسسات الأمنية والحيوية في البلاد. اعتقد ان الامر ربما يكون مطلوب في سيناء تفعيل حالة الطوارئ، مطلوب القاهرة والجيزة. هذا ويرى اخرون اهمية اللجوء الى اجراءات بديلة للطوارئ تكفل حفظ الامن بالشارع. قانون التظاهر يجب ان يكون هناك سريعا، هناك هذا القانون في مجلس الوزراء قيد الدراسة الان، ويجب ايضا ان يكون هناك نقول بدائل لقانون للطوارئ تتمثل في يمكن إمكانية منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة من أجل دعم قوات الأمن في الضبط الشارع، ضبط الشارع المصري وضبط الأمن. أعتقد أن هاتين الشيئين مهمين من أجل بالفعل إعادة الاستقرار للشارع المصري ومواجهة أعمال الشغب ومواجهة أعمال الإرهاب. في الشارع يعرب قطاع كبير من المصريين عن ترحيبهم برفع حالة الطوارئ وعن ثقتهم في قدرة الدولة على إرساء الأمن. هو حلو إن الحظر الشارع عشان برضو في ناس كانت حالها واقف بسبب شغل الليل ده، لكن إن شاء الله الحكومة والجيش برضو هيشوفوا حاجة بدل الطوارئ والحظر ده، هيكون برضو في أمن وأمان. والله أنا شايف إن هو هيبقى قرار إيجابي إن شاء الله، إن الشعب المصري دلوقتي عنده وعي طبعا، وإن شاء الله الجيوش كلها تتكاتف مع الأمن في حفظ الاستقرار طبعا بتاع الوطن وكده. وأمرت محكمة القضاء الإداري بإنهاء العمل بحالة الطوارئ المعمول بها منذ 3 أشهر، وذلك قبل يومين فقط من انتهاء مدتها رسميا، فيما أعربت الحكومة عن احترامها للحكم. محمود الصياد، أمين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء أشرف أمين الخبير الأمني. سيادة اللواء، تحياتي لك أولا. يعني مع انتهاء حالة الطوارئ طبقا لحكم المحكمة أو حتى للشكل العادي والمقدر له يوم 14 من هذا الشهر، يعني تعين للدولة مجموعة من الخطط، برأيك ما هي أبرز هذه الخطط التي يجب أن تتبعها الدولة لإرساء واستقرار الأمن؟ أولا بس عايزين نوضح جزئية مهمة لازم يعرفها المشاهد أو المستمع. خلال الفترة اللي فاتت احنا لم نستخدم الامن، لم يستخدم او يفعل حتى جزئيات الخاصة بقانون الطوارئ الا جزئية، واتخيل ان هذه الجزئية مناط للامن ان هو يفعلها بطرق اخرى اللي هي جزئية حظر التجول. كويس، جزئية حظر التجول الوحيدة اللي تم استخدامها في قانون الطوارئ ككل، الا في اجزاء بعض الاجزاء الاخرى الا ما في داعي ان احنا نعلن حتى عنها الان. الاهم من ذلك اللي احنا عايزين نوضحه كويس جدا، النمط المصري خلال الفترة الماضية خلال 3 أشهر ابتدى يتغير او يعتاد على بعض السلوكيات، من ضمنها عدم السهر بالليل والفترات ابتدت تقلص، واعتقد ان في عادة ابتدت ترجع لدرجة ان احنا بنقول ان ممكن هذا اللي يحتاج نستفيد منه ايجابيا في ان احنا نحط مواعيد. الاهم من ذلك بقى
اللي هو مصدر. انا شوف المعافى للمقاطعة يعني حضرتك بتقول نحط مواعيد يعني سبل التطبيق يعني في هذا الشأن. حضرتك لو حطيت مواعيد يعني مواعيد غلق المحلات ومثل هذه كانت تعاد مرة أخرى دراستها عن طريق المحليات أو أيا كان وتقدر إن هو تنظيم هذه العملية. لا لا أتخيل العالم كله يمكن حكاية اللي هو السهر بالليل والفترات اللي هي تفتح فيها المحلات مش موجودة بره في الخارج، يمكن موجودة بس هذه الظاهرة في مصر. يمكن إحنا ممكن نستفيد بقى من هذه الظاهرة اللي حصلت في خلال الفترة الثلاث أشهر إن في اعتياد للمستعد إن أنا أنظم عملية المركبات، أن اللي يمشي بالليل وأن اللي يمشي النهار ووزع الأحمال بتاعة العربيات خلال ال 24 ساعة. لكن إحنا الجزئية الأهم في هذا الإطار اللي هو ما يستخدمه الإخوان من فزاعة علشان خاطر يعمل حالة الارتباك اللي إحنا بنشوفها اللي هي أجبرنا أو أجبرت الدولة على وضع نظام زي نظام حظر التجول واستمر هذا الاستمرار. يا سيدي متخيل خلال طبعا ال 48 ساعة أول ما يبتدي الحظر ينتهي يبتدي برضه بعض الإشكاليات، وهو حتى يوم الجمعة اللي فاتت كان في عملية تعبئة أكتر شوية وحشد أكتر علشان برضه يرهبوا الدولة. طيب نتكلم عن الطريقة يعني الطريقة اللي تطبق بها الدولة أو تحكم الدولة سيطرتها اللي ما تقول بأن مظاهرات الإخوان ربما تخرج عن الإطار وربما تمتد لساعات الليل كما اعتدنا قبل فرض حظر التجوال، يعني ايه الدوله ممكن تتابع يا فندم في هذا الشان عشان تحكم سياسات الامن؟ يا سيدي هو احنا طول عمرنا ما كناش معطبين حظر التجوال وكان يتم الامن ده في السابق مثل هذه الاعمال، يعني يمكن الحظر السابق مش الحظر ده الحظر اللي كان بيحضر لا قبل ما كانش في حظر وكان بتطلع مليونيات او يطلع حاجات مفعله زي ما كان بيطلع كنا كل يوم على باب الله كان بيتضرب فندق سمير قميص مثلا وكانت عمل مع الامن. اذا هي مش قصه هذا الموضوع على فكره في اليات موضوعه ويجوز للامن ان هو يغلق ميادين ويغلق طرق في اي وقت من الاوقات ايا مكان للظروف الامنيه، مش محتاجه ولا قانون حاضر ولا محتاجه اي حاجه. ومع ذلك هيتم تطبيق بعض المواثيق، يعني انا طبعا اعلم تمام العلم خلال فتره قصيره سيصدر قانون تنظيم التظاهر. نعم. وهذا القانون عشان تبقى سيادتك صراحه هيغطي اجزاء كبيره جدا جدا الامن في احتياج اليه علشان خاطر السيطره على التظاهرات يعني عشان تقول التظاهر يا فندم انه يكون هو البوابه او المنطق اللي ممكن نستند اليه لفرض الامن والسيطره. اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء اشرف امين الخبير الامني الاستراتيجي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا على هذا التوضيح. يبدا كل من وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويغو اليوم زياره الى القاهره، من المقرر ان يجري الوزيران الروسيان محادثات مع رئيس المؤقت عدلي منصور ووزير الدفاع والانتاج الحربي النائب الاول رئيس الوزراء الفريق اول عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجيه نبيل فهمي. تركز المحادثات المشتركه على تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا في المجالات كافه وخاصه مجال التعاون العسكري. وقبيل زيارته الى القاهره صرح وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ان بلاده حريصه على عدم التدخل في شؤون الاخرين وتحترم حقوق الشعوب في اختيارها الحره. واضاف لافروف في تصريحات خاصه لجريده الاهرام ان الاحداث التي شهدتها مصر في الاونه الاخيره تعود لطموحات الشعب المصري نحو التغيير الى الافضل في مجالات تامين حقوق وحريات المواطنين وتحسين مستواهم الاقتصادي وكذلك ضمان حمايه حقوقهم الاجتماعيه. وفي موضوع ذي صلة تجنبت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية جان باساكي تجنبت الرد على سؤال حول احتمالية توقيع مصر اتفاقية عسكرية مع روسيا خلال زيارة الوفد الروسي إلى القاهرة، غير أن المسؤولة الأمريكية شددت على أن بلادها تواصل جهودها من أجل دعم الاقتصاد المصري. وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والذي زار القاهرة قبل أيام ناقش مع المسؤولين المصريين عدة قضايا نافية علمها بما إذا كانت الزيارة الروسية من بين هذه القضايا. صرح المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي بأن لجنة الصياغة قد انتهت في ساعة متأخرة مساء أمس من مراجعة جميع مواد الدستور فيما عدا مواد السلطة القضائية وكذلك القوات المسلحة. وقال سلماوي بأنه تم مناقشة المواد الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الوزراء والوزراء، حيث أقرت اللجنة حتمية الحصول على موافقة مجلس الشعب لتوجيه تهم الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية. وأضافت
أنه بالنسبة لباقي الاتهامات فقد خلصت اللجنة ورأت أن يحاسب كل من الوزراء والمسؤولين بنفس طريقة محاسبة المواطنين العاديين. وأضاف سلموي أن الدستور الجديد في شكله سيزيد عن 200 مادة، منها 20 مادة مستحدثة لم ترد في أي من الدساتير المصرية السابقة وفيما تتعلق معظمها بالحقوق والحريات. مع اقتراب موعد المدة